السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المهارات المهمة موضوع ان انت تبرمج. طيب انا مش متخصص في البرمجة او ما حبيتهاش او في حاجة اسمها اللو كود والنو كود. اللو كود يعني بتكتب سطور قليلة، هو بيتولى ان هو يعمل بقية العمليات، لكن انت بتكتب بس سطرين تلاتة. النو كود انت ما بتكتبش كود خالص، تمام؟ فدي بتبقى حاجة لذيذة ان انت بتعمل البرنامج اللي انت عايزه، اللي انت بتفكر فيه. الاهم ان انت يكون عندك فكره كويسه، هو يبدا يتولى الموضوع. بتفيد حاجات كتيره، بتفيد مثلا ممكن ان عندك مثلا حاجه فيها اتمتها، يعني حاجه بتتعمل كل شويه بتعملها، تمام؟ فانت ممكن تعمل البرنامج ان هو يعمل شكل تلقائي، ان مثلا لما يجي عيد ميلاد حد تبعت له ايميل اوتوماتيك، تمام؟ كل سنه وانت طيب. فبدل ما انت كنت تعمل الموضوع ده بشكل دوري، هو يعملها لك. ممكن مثلا ايه، لما بنشر حاجه على اليوتيوب ياخد اللينك ويحطه في كل مكان. ده فيديو مثلا بيتكلم على بساطه الفكره، ان يعني كلهم بيحاولوا انهم ينزلوا القطه ومش عارفين، والقطه مش عايز تنزل. فبتفكير بسيط، هي راحت جابت شويه ميه او لبن، تمام؟ شكله لبن، فالقطه نزلت، تمام؟ هي الفكره كلها في كده، ان مش لازم تقعد تعمل اكواد كتيره. لا، انت ممكن تبسط على نفسك الموضوع. في ابس جاهزه، تمام؟ هو شافوا اغلب الناس بتعمل ايه وجابوها لك جاهزه، بحيث ان انت ما تبذلش في وقت خالص، وانت بس تشوف ايه الفكره اللي انت عايز تعملها، هو جاهز لك يعمل لك ابلكيشن بيلدر باقل عدد من الاكواد. فمش بس الكيس فلو هو اللي بيشتغل بالكود، في تطبيقات كتيره منها الكيس فلو، او الكيس فلو واخد يعني رينك عالي. مثلا لو دخلت على موقع الالترناتيف 2 وكتبت لو كود، بتلاقي فيه تطبيقات كتير جدا بتشتغل باقل اكواد، يعني بدل ما بتكتب 100 سطر هو بتكتب نص سطر وهو يبدا انه يعمل لك. كيس فلو لي برضه تطبيقات تانية، هو مثل ان هو بيشتغل اونلاين وبيشتغل اندرويد وايفون. لو انت عايز تدور على بدائل، ممكن تيجي هنا تلاقي بدائل، في بدائل مجانية، في بدائل بفلوس، وهكذا. طيب نرجع للتطبيق. هو بيوفر لك وسائل كتيرة للتعلم، زي مثلا فيديوهات، كتب، ديفلوبمنت هاب، منتدى الناس تبدأ تناقش فيه، بحيث ان انت تتعلم بشكل سلس ازاي تستخدم الكسرون، تعمل البرامج اللي انت عايزها.